على طول حالا هكون عندك. مع السلامة. عرفتوا يا رجاله هتعملوا ايه؟ عرفنا يا ريس. اول ما تقابلوا يا رجاله امنوا عليه، ولو حسيتوا بغدر خلصوا عليه. خلصوا يا ريس. والبحث طالما فيها غدر يبقى على الدنيا السلام. كلامك صح يا مرياسة، يبقى خلصوا عليه. تمام؟ تمام يا ريس. اخياني اخياني يا اختي يا اختي، حاجه طبق على نفسي تكونش انت يا وادي. روح روح. لا 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 لا، مش حكايه كده. انا عارفه نفسي، الطبقه دي مش كرشه نفس، ده احساس من جوايا. بيبقوا عيالي في خطر، عيالي في خطر. اه يا بيري 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 بيري، عيال في خطر يا بيري، عيال في خطر يا بيري، عيال في خطر. خير بس يا مدام امبابه مالك؟ ما انت كنت نايمه كويس بعد المهدئ، ايه اللي حصل بس؟ مهدئ ايه يا ام مهدئ؟ انت وانا مهدئ بيأثر فيا، انا قلبي وجعني. العيال فيهم حاجه، زماره في خطر، وعسليه في خطرين، ومراد مراد في حاجه كده مش مظبوطه، والبنت افراح. يا لهوي يا لهوي، عيالي 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 يا بيري، عيالي يا عيالي. اه يا عيالي كلهم كويسين وزي الفل. اهو اديكي بتعتري عليهم واحد ورا التاني. خمسه وخماسه و5550. هو ايه؟ هو قر وخلاص. انا عارفه، انا عارفه نفسي. لا، حاسه كده ان في غرابيب سودا حواليهم، شايفاهم غراب اسود عاوز ينقر في الواد مراد، والغراب التاني ماسك في الواد ابو طويله زماره وعمال في نافوخه طخ طخ طخ. غرابيب سودا والغراب فاله مش حلو. اهو جه الاموره اهو. الحمد لله على السلامه يا مربي. لا اخويا هنا جنب اخوه. زماره! لا 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 اخويا، اخويا لا اخويا لا لا لا، هتكتف اخويا يا بقى تفكونا تاني. حاضر حاضر يا مراد، حرام عليك يا مراد، عملت ايه غلط؟ عملت ايه غلط؟ اهدى يا زماره، اهدى اهدى. انت كويس يا زماره؟ كويس ايه؟ دول كانوا مرتين قدام عينيا ما ادونيش لقمه. ما تقلقش ما تقلقش يا زماره. ايه جايب معاك سندوتشات؟ اخرس يالا. انت عملتي بلاغ يا افراح؟ ايوه يا باشا عملنا بلاغ، بس انا جايه لحضرتك يعني من عشمي فيك والمعرفه القديمه. طيب سالتي اصحابه وقرايبكوا؟ ايوه يا باشا، احنا سالنا على زماره في كل حته، حتى كمان سالنا عليه في الجيم. اخرس. ايوه يا باشا سالنا عليه في كل حته، حتى سي الاستاذ مراد اخويا انا اتصلت بيه لقيت تليفونه مقفول، بعت له عسليه اخويا عشان يسال عليه عنده. مراد بمين؟ ده مراد دي يبقى اخوها من امه. ده حلم في الذره، اسمه مراد بهب المجد. ايه انت قلت مين؟ ايه هو مسجل ولا ايه؟ اخرس. في ايه يا باشا؟ هو حضرتك اتخضيت في حاجه؟ بس الوزاره قلب عليه الدنيا من الصبح عشان مختفي. استرها يا رب. منور يا مربي. انا عايز افهم انتوا مين وعايزين ايه؟ احنا مين؟ مش بتاعتك. عاوزين ايه؟ هو ده الموضوع. طب ما تفهموني انتوا عايزين ايه؟ اجي لك انا سكه ودغري؟ احنا عايزين البحث الاخراني، وعشان افكرك البحث الاخراني اللي قال لك عليه مستر جون في امريكا. احنا وصلنا امريكا؟ ده انا كنت عايز انزل نزله المنيب. كمل نوم يا زماره. لا انا صحيت، انا كويس. ايه ده؟ احنا مربوطين كده ليه؟ احنا مربوطين من زمان قوي يا زماره. معلش يا اخ النبي، الرشاش ده طرش لي في ضهري. بس فين البحث يالا؟ لا موضوع البحث ده تنسى خالص، يعني غيركم اشطر. وعشان احنا شطار يا دكتوره جبناكم هنا. اصل احنا شطار قوي، ولما بنحب نعمل حاجه بنعملها. طب ما تعمل لنا حاجه ناكلها. الله يخرب بيتك يا زماره. اقعد يا خربوش. صح سعادة الباشا. اقعد يلا. زمارة فين يا خربوش؟ زمارة الولا اللي ساكن في حتتنا. امال ساكن في حتتنا؟ يا خربوش انت نسيت نور درغام ولا ايه؟ اشهر من نار على العالم يا نور بيه، بس اقسم برب العزة ما تحلفش. في ناس شافوك وهو راكب وراك المكنة وخارجين من الحارة. حصل حصل يا سعادة الباشا، ركب ورايا ونزلته الموسكي. الموسكي فين بقى؟ في الموسكي والله العظيم ما اعرف. سعاده الباشا انا كنت نازل العتبه اجيب حتتين القط بيهم رزقي زي ما سعادتك عارف، قال لي خدني في سكتك، ركب ورايا ووصلته. انا مصدقك يا حبيبي، بس انا طمعان انك تشغل الجمجمه شويه وتفتكر اي حاجه. قابل حد، سلم على حد، خد حاجه من حد،
بص الحد. بص يا سعادة الباشا. بص لمين بقى؟ بص لحتة دين واحدة يا سعادة الباشا راح مديها رمش ابن الجنية. انت هتهزر معايا روح امك؟ ولا انا بدي الفرصة مرة واحدة، بعد كده انت عارف. عارف يا سعادة الباشا، اقسم برب العزة يا سعادة الباشا، درس اللي اتخلع من المرة اللي فاتت انا محتفظ بيه سافونير. سافونير؟ يعني تذكرة يا سعادة الباشا. اه ماشي يا خربوش، تقدر تمشي. امشي؟ اه امشي. ربنا يخليك لينا سعادة الباشا. عدوي تقفل النبي. ما تهدى يا عم فريد شوقي انت كمان. طب بتتريق؟ طب والعمل امراض يا اخوي؟ الناس دي شكلها كده عصابة. انت مجنون يا زمارة؟ ما هم عصابة، امال احنا بنعمل ايه هنا؟ انا كنت حاسس من الاول. أنا خايف أوي. متخافش يا زمارة، الناس دي مش عايزاك أنت، الناس دي عايزاني أنا. طب ما يسيبوني أنا أروح. هتبيع أخوك يا زمارة؟ أيوة هبيعه، وأنا عارف أبيعه، مش يفكوني الأول عشان أعرف أبيعه. طب بقول لك إيه، لو الناس دي عايزة منك فلوس أو وصل أمانة، ما تديهم يا مراد، أنت ربنا فتح عليك بسم الله ما شاء الله 7 مليون في البنك. 5؟ 5 يا عم في البنك. ولو مش عايز تديهم أمك على قلبها قد كده، قول لهم طريق أمك ويروحوا يسرقوها. يا ابني اسمعني، الناس دي مش عايزة فلوس، الناس دي عايزة حاجة أغلى من كده، عايزة حاجة تخص مصر. مصر؟ هو الموضوع وصل لمصر؟ يعني إيه؟ يعني هيعذبوني زي الأستاذة نادية الجندي في فيلم تل أبيب؟ ويطفوا السجاير في قفايا؟ لا والنبي يا مراد، والنبي أنا ماليش دعوة. اسمعني يا زمارة، مصر كل يوم بتعلى، وفي ناس مش عايزاها تعلى ومش عايزاها تبقى كويسة. فهمني يا زمارة. مش فاهم أي حاجة. برافو عليك، هو ده اللي أنا عايزه. أنت هتعمل اللي أنا بقولك عليه بالحرف. ماشي؟ ماشي. أنا موافق بس بشرط. زمارة أخويا يخرج من هنا وأبقى مطمن عليه. إيه رأيك في الكلام ده يا عطا؟ ماشي الكلام. بس أي مرعوب كده ولا كده ولا الحكومة تشم خبر هقلب عليك الترابيزة. وربنا بقى يكفيك شر قلبتي. بجد أنا عمري ما شفت عصابة بالجمال ده. متعاونين ومترابطين مع بعضهم. والإخوات المجرمين بصراحة ما قصروش معايا في حاجة. يلا. إيه ده؟ لا، جيم الجيزة حلو قوي. السلام عليكم. خد يا تعبتني. انت تعبتني. انا اسف. مش انت قلت لي امشي؟ اسمع اسمع يا حبيبي. اؤمر يا روحي. يا ابني تعبتني يا ابني، هموتك يا ابني. انت بتقول لي حبيبي. بص انا اقول لك انت ما تردش عليا. حاضر. انا اقول لك انت ايه؟ ما تردش عليا. حاضر. برافو عليك. ماشي. بص يا حبيبي هقول لك كلمتين، اللي قلت لك عليها هتنفذه بالتفصيل الممل. مش هرد عليك. شاطر. هتنفذه ايه بالتفصيل؟ بس ليه الممل كده؟ الناس هتمل برضه. معلش معلش يا حبيبي. حاضر. معلش. حاضر. هتروح تجيب الحاجة وتيجي على طول. تعمل ايه؟ اجيب الحاجة واجي على طول. شاطر. تمام؟ تمام. وخد بالك دماغ تجيبك شمال يمين كده ولا كده، الرجالة مراقبينك خطوة خطوة. لو سمحت ما احبش حد يراقبني، انا ممكن اتلخبط. طب بص عديها المرضى خليهم يراقبوك. طب ممكن يراقبوني بس ما اخدش بالي ان هم بيراقبوني؟ انا تعبت منك. يراقبوني. وجبت اخر. يراقبوني. يرابوني عادي. تمام؟ ماشي. هتروح وهتيجي على طول. وهم مراقبيني. وهم مراقبيني. خلاص يرابوني يا باشا. اتفقنا؟ ماشي. بس. ماشي يا باشا. ممكن ايدي بقى اخدها عشان امشي انا؟ اتفضل يا حبيبي. يلا سلام عليكم. اتفضل. ما همشي ازاي؟ امشي. ورايا يا ابني.